صرح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العالمين الجديدة، المشروع هذا يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها العالمين الجديدة، ويحقق مبدأ الاستدامة بتوافر أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام. وخلال اجتماعه بالوزراء والمسؤولين المعنيين بالمشروع، وجه مدبولي بسرعة البدء في أعمال الطرق والبنية الأساسية للمشروع الذي يمثل نقلة كبيرة في المنطقة. ويشمل مخطط المشروع أيضا أوجه التنمية الذكية وما تشمله من تطبيقات إلكترونية وأنظمة للتحكم، فضلا عن توفير وسائل النقل النظيفة الذكية، كذلك المباني الذكية التي تسهم في تقليل النفايات والانبعاثات الضارة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يعود بالنفع على الدولة من تلك المشروعات. وأوضح مدبولي خلال لقائه الرئيس الإقليمي لشركة لونجي الصينية العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية التطلع إلى تقديم عرض رسمي من الشركة يتم من خلاله سرد تفاصيل المشروع والمراحل الأولى، حتى يتسنى تشكيل لجنة لدراسته تمهيدا للموافقة عليه. من جانبه أعرب جيمس جان عن تطلع الشركة للاستثمار في مصر، مؤكدا أن مصر تعد موقعا جاذبا في هذا الصدد، فضلا عما تمتلكه من إمكانات وبيئة تمكينية تؤهلها لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة إلى دول أوروبا والشرق الأوسط. قرر البنك المركزي زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما، كذلك خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات. كما قرر البنك المركزي مضاعفة حدود التعامل للأفراد بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومي 60,000 جنيه بدلا من 30,000 جنيه، كذلك الحد الأقصى الشهري 200,000 جنيه بدلا من 100,000 جنيه. وأوضح البنك أن الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوفر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة فئة يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80,000 جنيه بدلا من 40,000 جنيه، والحد الأقصى الشهري 400,000 جنيه بدلا من 200,000 جنيه. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين بودليجر الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، ذلك على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي تستضيفه مصر. كما ناقش الطرفان سبل تفعيل مذكرات التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر، كذلك الشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2,424 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 4,819 نقطة.
ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بلغت ذروة الإنتاج، ما طغى على تأثير إشارات إيجابية خصوصا بالطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط. تراجع العقود الآجلة خام برنت بنسبة تصل إلى 92% ليسجل 81.71 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.11% لتصل إلى 77.39 100 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة وصلت إلى 21% لتصل إلى 2.8 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.4% لتسجل 3.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تبذل الدولة جهود كبيرة للارتقاء بقطاع الصناعة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع والعمل على تحديثه وتعميق التصنيع المحلي. ويأتي مجمع الصناعة الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، والذي تمت إقامته ضمن مشروع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب بإنشاء مجمعات صناعية بالمناطق الصناعية. جهود كبيرة تبذلها الدولة للارتقاء بقطاع الصناعة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي. ففي محافظة سوهاج تعد المنطقة الصناعية بغرب جرجا جنوب المحافظة هي أحد الصروح والقلاع الصناعية الجديدة التي دشنتها الحكومة على أرض سوهاج لفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام صغار وكبار المستثمرين. ويأتي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، والذي تمت إقامته ضمن مشروع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب بإنشاء مجمعات صناعية بالمناطق الصناعية، يهدف لإيجاد نوع من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، بحيث تتولى هذه المجمعات إنتاج القطع الصغيرة التي تدخل في الصناعات. ومن ضمن هذه المصانع الواعدة مصنع الشركة المصرية لصناعة الأكياس البلاستيكية مختلفة الأحجام، والذي نجح في توفير فرص عمل للعديد من الشباب بالإضافة إلى جودة منتجاته. بالنسبة للمصنع، احنا يعني من سنة مثلا كان عندنا حجم عدد المعدات، كنا لسه زي ما مبتدئين، حاليا بسم الله ما شاء الله زودنا عدد الآلات والمعدات في المصنع من 5، بقى حاليا عندنا 10 معدات فيلم، مكن الفيلم، وبالإضافة لذلك عدد 6 مقصات لتقطيع المنتج بتاعنا. طبعا بالنسبة للمنتج اللي بتنتجه الشركة هو الكيس البلاستيك اللي هو من خامة البولي إيثيلين على الكثافة. أحب أشكر سيادة الرئيس على المجمع الصناعي هنا في صعيد مصر، ده من أنظف وأحسن المجمعات على مستوى الصعيد. أنا مصنع عبارة عن مصنع بلاستيك من خامة بولي أسيلين، بنت الشنطة درجة أولى، تسويق محلي، وإن شاء الله في تصدير حاليا شغال السودان، وإن شاء الله في دولة أخرى إن شاء الله بنتعاقد معها. وهكذا تواصل الدولة جهودها في النهوض بقطاع الصناعة الوطنية، حيث عد ذلك نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.